هوية بريس. زهرة الطوسي. ايوا انا بغيت المحسنين يعاونوني لله، ما عندي شاي عندي الله تبارك وتعالى الحبيب. انا ما عندي شاي، عندي الله ليه الحمد ونكثر في الحمد، ليه الحمد ونكثر في الحمد. تايديا ها مو عيوج ما صرف ما يدير، شكون غيخدم عليا؟ راجل كبير وما قد لا يخدم ولا يردم ولا والو، ما يقد لا ينقش ولا حتى حاجه. ما هي البنيه غتمشي تخدم، كاين خدمه تما. خايله قالت لها مويا يلاه دخلي للمدينه، قلت لها يلا بنتي. شافت لي الطوموبيل كراتها لي ودخلت. ثم الطوموبيل ما خلصناش، والله ما خلصنا. قال لي بلاش يا شريف، من شافني هكاك. ايوا اللي بغاو يعاونوني لله. مش مريض انت يا شريف؟ هضر لنا على ديالك. روماتيز، عييت بالطبيب، عييت حتى بليده اللي كانت عندي بعثه على على صحتي. قالت لي غير بويت عندي في الجامع، خليته لولادي. ديه الحمد نكثر في الحمد. ما قدرتش تمشي؟ لا ما نقدرش، لما فدوني شي جوج الناس ما نقدرش. صار لي نعوج صبعاني عواج من تحت. يا الله ولا حتى من ديال هاد الدواء الشريف اللي ما قدرتيش تشريه؟ 4000 ريال. ما عندكيش 4000 ريال باش تشريه؟ وباش غنشري؟ ما عندي حتى حاجه، عندي غير الله تبارك وتعالى الحبيب. شحال هادي من شهر ما شريتي الدواء؟ ها؟ شحال هادي من شهر؟ هادي خير بما شريته. هادي شي 3 سنين ولا اكثر ما شريتو، كثر. ساره ولدي 3 سنين. ها تعوقت وما كنت نهز الكيكيز ونخرج وندخل وبالتالي زحفت كاع. هادي 5 سنين انا دابا زحفت. كي دايره العيشه ديالك الشريفه في هاد البيت هذا؟ هذا؟ عيش عيش عدايا واللي ما يبغيني. حالتي ما حالتي، ها انت تشوف. القطرة عليا والارض من تحت الماء، هاي الجواد عطاوني المليات باش نتخطى هذوك اللي كبرت كرهم فينا جوج المليات. والارض هي تدخل عليك؟ تا هي قلبها هادي صرفها فاسقه غادي. وليدي بلي والله ما تنحسوها كلشي، والله ما ترقد، والله ما زيدوز على عيني تما قاعد. السلام عليكم. هانتوما تشوفوا الحاله ديال هاد البيت ديالنا، الله يرحم الوالدين ما عاونونا لله، الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بالخير ما عاونونا. هانتوما الشتا علينا والبرد علينا، احنا الظروف ديالنا ما لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحم الوالدين. لا حنا لا ملايات لا حاجه، لا غطاء لا فراش لا حاجه. حنا عايشين مع الوالده هنايا والوالد بين 4 الناس. البنيته عندي في الروض تنديها ما تلقى باش نخلصها لا والو، عندها الحساسيه في المصارل. الله يرحم الوالدين ما عاونونا لا خوت لا خ المحسنين اللي تسمعونا. اخويا تتشوف البيت المفازك فيه الماء بزاف وفي الارض والحصيره، انتما تتشوفوا الحاله ديالنا. القطره علينا تتهود من السقف من الفوق، ما تلقاش اخويا لا فين دور لا في النعاس. حنا والوالد والوالده معذبين، ما تنعسوش بالليل والله اخويا، ما تنعسو. ربي شاهد علينا، جي تشوفوا الحاله ديالنا حنا فاش عايشين، اللهم لك الحمد. هذا البيت ما فيه لا طواليت لا حتى حاجه؟ ما فيه لا طواليت لا حتى حاجه، تنخرجوا على برا تيضربنا البرد. والبنيسه عندي فيها اللي 5 سنين عاوتاني معذبه، اللهم لك الحمد. والوالده اللهم لك الحمد. ما تشوفوا اخويا الظروف ديالنا، الله يرحم الوالدين. رجع هكا نطلب تنجيب طريف ديال الخبز نبقاو عايشين بالجوع، لما خرجش نطلب ونجيب داك الطريف ديال الخبز وانا والوالده والوالد ما ناكلوش. والبنيسه عندي فيها الحساسيه في المسار، ما تاكلش الخبز، لما تلقاش باش نشري لها ديك السميده. ما الخدمه نمشي نخدم ونسمح فيه، والوالده عندي في الارض ما عنديش اللي يهز لي الوالده ديالي، انا المسؤوليه بيا، ما عنديش كندير. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بالخير. انتما تشوفوا الحاله ديالنا والبيت ديالنا تكثر علينا، لا فريش لا غطاء لا حتى حاجه، حتى الطبيله تناكلوا في الارض. انتما تشوفوا الله يرحم الوالدين. هوية بريس.